أهلا بكم. نفذت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة الحديدة وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الجنوبية بالمحافظة، استنكرت فيها قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع بالإعداد لمحاكمة أبنائهن المختطفين بدون إشعار أهاليهم بموعد المحاكمة التي يرتب لها الحوثيون بسرية تامة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما مدى قانونية المحاكمات التي ترتب لها الميليشيات؟ وما موقف وتحركات المنظمات الدولية من هذه المحاكمات السرية؟ لم تكتفي ميليشيا الحوثي إذن بإنشاء السجون السرية وإقامة معتقلات التعذيب على امتداد الجغرافيا التي تسيطر عليها، بل انتقلت إلى مرحلة أشد وطأة وأكثر سوداوية تلخصت في الإعداد لمحاكمات سرية واعترافات غير حقيقية يتم إلصاقها بالمختطفين. وبعد محاكمات وصفت بغير القانونية أجريت بحق الكثير من المختطفين في صنعاء، هم المختطفون في سجون الميليشيا بالحديدة يلاقون ذات المصير، ولكن بشكل أكثر تنكيلا من خلال انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي بتهم لم يرتكبوها وإجبارهم على الإمضاء عليها. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير. من الاختطاف إلى التعذيب إلى المحاكمة، واقع جديد تحاول الميليشيا فرضه على عشرات المختطفين في سجونها، وتسعى من خلاله إلى شرعنة قتلهم وتصفيتهم بتهم كيدية ومحاكمة شكلية. الميليشيا التي وجدت في سقوط صنعاء فرصة مواتية للنيل من خصومها عبر اختطافهم والتنكيل بهم، لم تكتفي بذلك بل وجهت سلطاتها بضرورة محاكمتهم، محاكمة لا يمكن اعتبارها إلا انتهاكا مزدوجا تمارسه الميليشيا بحق المختطفين. الصحفي المختطف يحيى الجبيحي كان أول ضحايا محاكم الميليشيا السرية حين حكمت عليه محكمة تابعة للميليشيا بالإعدام بعد اختطافه من منزله، وهو الأمر الذي قوبل برفض واستنكار من قبل منظمات المجتمع المدني. ولرفض ما تقوم به الميليشيا من ممارسات بحق أبنائها، نظمت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية استنكرت فيها الإعداد لمحاكمة أبنائهن بشكل سري. وكان حصيلته عدد من القتلى والجرحى، وهنا تجتمع على هؤلاء الأبرياء الصابرين ظلمة الاستبداد والخطر الداهم. الوقفة التي نظمت في مدينة الحديدة كانت واحدة من عشرات الوقفات التي نظمتها رابطة أمهات المختطفين، والتي طالبت فيها بضرورة وقف تمادي الميليشيا ضد المعتقلين. البيان الصادر عن الوقفة اتهم الميليشيا بانتزاع اعترافات من المختطفين لتهم لم يرتكبوها، تم ذلك تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي مرغمين إياهم على الإمضاء عليها. الرابطة حملت في ختام وقفتها الميليشيا مسؤولية حياة المعتقلين، داعية إياها إلى ضرورة الكشف الفوري عن مصيرهم وإيقاف جميع المحاكمات الهزلية بحقهم. إذا نجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من الحديدة، أم خالد، وهي والدة أحد المختطفين في الحديدة. أهلا بك سيدة أم خالد. حياكم الله. أهلا وسهلا. إذا تتحدثون عن محاكمة سرية تجري، يعني تجريها الميليشيا وتحضر إليها الميليشيا لأبنائكم في الحديدة، أنت إحدى أمهات المختطفين، كيف توصلتم إلى هذه المعلومات حول هذه المحاكمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا حصل اختطاف، بعد الاختطاف إخفاء قسري بث وتنصيب عنهم، إلى يعني وصلنا إلى مكان احتجازهم طبعا بصعوبة كبيرة، ممنوع السيارات، ممنوع كذا. معلومة عن المحاكمة هذه أجت لنا يعني عن طريق معتقلين كانوا داخل، بعضهم حرر بعضهم عاد ما زال داخل، هم الذي وصلوا لنا هذه المعلومة. أما تبليغ من قبلهم لم يحصل أي تبليغ، ما فيش عندنا أي خبر بمحاكمة أبنائنا أبدا، ما نقول في ذلك إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب سيدة أم خالد، الآن عندما نتحدث عن محاكمة تجريها الميليشيا وتحضر لها، كم عدد المختطفين الذين تحاكمهم الميليشيا، وما هي التفاصيل التي تعرفونها عن هذه المحاكمة؟
طبعا العدد مش واضح بشكل كبير، لكن يعتبر في حدود العشرات. بالنسبة للمحاكمة طبعا هي تعتبر محاكمة غير قانونية، لأنه أصلا الاختطاف كان غير قانوني، موجهة لهم تهم هم بريئين منها. طبعا أخذوا منهم اعترافات تحت وطأة التعذيب، يصوروهم فيديوهات وينشروها في مواقعهم الإعلامية، يوصلوا معلومة للجمهور أنه هذا هو إنسان مجرم، ليصوروا حكاية المحاكمة، رغم أنه هذا كله براءة تامة، يعني هم بريئين من هذا الأمر. تحت وطأة التعذيب يعترفوا بتهم توجه إليهم على أساسها، يعني يقدموا للمحاكمة. وكما قلت في البداية المحاكمة هزلية لأنها غير قانونية أصلا. طيب حضرتكم، هل يعني تم السماح لكم بأن تزوروا أبنائكم أو تطلعوا على أحوالهم بداخل يعني بداخل الأماكن التي يتم احتجازهم فيها؟ للأسف ما لا يسمح أبدا بالزيارات ولا بإدخال الطعام ولا بأي شيء من هذا القبيل. طيب بالمقابل جدا إنه نعم أبنائنا. تفضلي سيدة أم خالد. أقول دائما مناشداتنا وكلامنا حول هذا الموضوع إنه لا يسمح لنا برؤية أبنائنا ولا الإطمئنان عليهم ولا يدخل لهم طعام أو حتى دواء للمرضى، غير مسموح نهائيا. طيب هل يعني واضحة بالنسبة لكم طبيعة التهم التي توجه لأبنائكم؟ بعض التهم طبعا على حسب العرض اللي يعرضوه في الفيديوهات اللي على مواقعهم، انه اتهام بانه يتعامل مع العدوان، بانه يوصل للعدوان احداثيات، بانه عميل سعوديه من هذا القبيل، او انه داعشي خارج ومارق خائن للوطن، من هذه التهم. ويودع على طول المحاكمه، وكل الذين يعرفوه اتصال منهم جيبوا لنا فلوس وانتهى الموضوع. يعني في حال يعني هم يقولون لكم إذا ما يعني أعطيتموهم مبالغ مالية معينة كفدية أو ما شابه، يمكن أن يقوموا بإطلاق أبنائكم؟ لا، هم أول ما يختطفوا، لما اختطفوا أبنائنا وأخوهم قصرا وكنا نبحث، يتصلوا يأخذوا مننا أموال على أساس أنه بعد فترة نسمح لكم بزيارته، بعد فترة نسمح لكم بالاتصال له. وعلى هذا القبيل ما يسمحوا لنا، يأخذوا الفلوس وراح حقنا على الفاضي. يعني هناك عمليات ابتزاز ومن ثم مخادعة تتم بالنسبة لكم. طيب أنتم الآن قمتم ب يعني فعاليات، ما آخر هذه الفعاليات التي قمتم بها كوقفات احتجاجية أو ما شابه، وما هي المطالبات التي رفعتموها؟ آخر فعالية سويناها بالأمس، صباح الأمس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجنوبية، قدمنا فيها بيان. البيان هذا أوضحنا فيه أنه أبناءنا بريئين من التهم لأنها تحت وقف التعذيب، وأن المحاكمة محاكمة غير قانونية تعتبر هزلية. قدمنا مناشدات للمنظمات الحقوقية، لمنظمة الأمم المتحدة، للصليب الأحمر، لكل من كان له المقدرة في أنه يساعدنا ويعني ينهي هذه المهزلة، أنه يقف معنا ويلقف هذه المحاكمة ويخرج أبناءنا بدون شرط أو قيد. طيب في سياق هذا يعني الأعمال التي تقومون بها بشكل عام وبشكل متواصل كما نلاحظ، المنظمات الدولية ما مدى تواصلكم معها للكشف عن هذه الانتهاكات، وما هو مستوى تفاعلها معكم؟ احنا نعمل زيارات لمنظمات حقوقية، عملنا ثلاث زيارات للصليب الأحمر، عملنا ايضا زيارات لمنظمات الأمم المتحدة، منظمات حقوقية، ايضا في بلاغات. احنا نحن كأسر يعني كرابطة قدمنا زيارات، وكأسر قدمنا بلاغات بالمختطفين، قدمنا بلاغات للأمم المتحدة، قدمنا بلاغات للصليب الأحمر، بحيث أنهم يقفوا معنا يساندونا في هذا الموضوع. كيف كانت ردود الفعل من قبلهم؟ واضح على الساحة ردودهم، يعني ما زلنا مستمرين ولن نيأس.
يعني أقصد أنا المنظمات الدولية عندما تذهبون إليها كيف تستقبلكم؟ هل يعني يهتموا بما تطرحونه أم ليس هناك تجاوب من قبلهم؟ لا لا، فيه ترحيب واستقبال ويسمعونا من أول ما نطلع إلى أن نخرج، نقدم لهم أوراقنا، نقدم لهم ملفاتنا، يستقبلونا ويهتموا بالموضوع. لكن نسأل من الله عز وجل أن يعينهم ويعيننا ونصل إلى حل بإذن الله. اللهم أمين، ونسأل الله أن يفرج عن أبنائكم المختطفين أيضا. إذا السيدة أم خالد والدة أحد المختطفين في الحديدة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. كما ينضم إذا إلينا الآن مشاهدينا الكرام من السعودية دكتور خليل عبد الله، عميد كلية الطب في جامعة الحديدة سابقا. أهلا بك دكتور. حياك الله أستاذي. حياك الله. حياكم الله. إذن عشرات بل ربما المئات ما يزالون في سجون الحديدة وسجون الميليشيا بشكل عام. دكتور، أنت أحد يعني أقارب المختطفين، أين يتم سجن قريبك وهل لديكم معلومات حوله ومنذ يعني منذ متى هو مختطف مثلا؟ أخي العميد الركن خالد عبد الله خليل اختطف في 7/4/2015 ميلادية، يعني الآن له ما يقارب السنتين وتقريبا وخمسة أشهر أو ستة أشهر. مختطف أولا، اختطفوا في الحديدة، ثم بعد ذلك سجن في الأمن السياسي في الحديدة ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، ثم بعد ذلك تم نقله إلى الأمن السياسي في صنعاء. هل لديكم معلومات الآن حوله؟ نعم، هو موجود الآن في الأمن السياسي، هو وكثير من الضباط من أبناء تهامة موجودين. احنا في تهامة حوالي يزيد عدد المعتقلين عن 230 مختطف من أبناء تهامة، وكل يوم العدد هذا يتزايد، كل يوم يتزايد أضعاف وأضعاف. ناهيك عن الاختطافات الموجودة في كثير من المناطق في الجمهورية اليمنية مثل تعز وصنعاء والحديدة والبيضاء وهذه المناطق الكثيرة يعني. نعم. طيب دكتور خليل، عندما نتحدث عن مختطفين أو مخفيين قصرا، من يقبع بداخل السجون؟ هل هم فقط مدنيون أم أن هناك عسكريين أيضا؟ المختطفين يا أخي العزيز هم من شتى الشرائح المجتمع، في منهم ضباط وفي منهم أكاديميين، في منهم صحفيين، في منهم مثقفين، في منهم مدرسين، في منهم شتى يعني من شتى الشرائح المجتمع، المتعلمين المثقفين يقبعوا داخل سجون هذه الميليشيات، سواء كان سجون رسمية أو سواء كان سجون غير رسمية. بل هناك يعني مختطفين مخفيين لا يعلم أهلهم عنهم شيئا، لا يعلموا أينهم، لا يعلموا ماذا جرى لهم، لا يعلموا أي شيء عنهم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور خليل. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الرياض علي الهزازي، محامي والخبير القانوني. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا بكم وبجميع مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. حياك الله أستاذ علي. إذن نتحدث عن يعني تتحدث رابطة أمهات المختطفين عن ترتيبات لمحاكمات سرية تجريها ميليشيات الحوثي والمخلوع. عندما نتحدث عن قانونية هذه المحاكمات، هل يمكن الحديث على أنها هذه محاكمات شرعية أو يمكن القبول بالمضي في هذه المحاكمات؟ أولا، عندما نتحدث عن مسألة الشرعية أو المشروعية في قضية المحاكمات التي تتم في المناطق التي تسيطر عليها الانقلابيين، الجماعة الانقلابية جماعة الحوثي الصالح، نحن نتحدث عن اللاشرعية. نتحدث أوكي، لقيت عليها نظرة لكن ما في مشكلة، المحاور عادية طبيعية. أستاذ علي، أستاذ علي أنت معي؟ يبدو أن هناك مشكلة إذن في الاتصال مع الأستاذ علي الهزازي. نعود إلى الدكتور خليل عبد الله. دكتور، كنت تتحدث عن طبيعة من يختطف بداخل هذه السجون وأنهم من جميع شرائح المجتمع، لكن عندما نتحدث عن جهودكم أنتم التي تبذلونها للتواصل من أجل الإفراج عن المختطفين، هل هناك آلية يتم فيها التواصل مع المسؤولين عن اختطاف أقاربكم؟ هل يتجاوبون معكم أم لا؟ تم التواصل أخي مع شخصيات عديدة يعني لهم صلة سواء في الحديدة أو سواء في صنعاء
لهم صلة بهؤلاء الناس، بأنه أخونا معتقل لديهم، وأنه نحن أنه بدون تهمة وبدون يعني ما في شيء عليه، هو يعتبر مختطف يعني، له كان في حرب ولا شيء. تهمة الوحيدة أنه يعني أبسط تهمة لهم أنه يقول هذا داعشي أو مع العدوان، هذه أبسط شيء، لكن ليس لا يوجد هناك أدلة، لا يوجد هناك أي منصات عليه، لا يوجد عليه أي شيء. تواصلنا معهم، لكن للأسف للأسف جميع من توسطوا سواء كان من جهات أبناء الحديدة أو سواء كان من مسؤولين من أبناء الحديدة دائما تبوء بالفشل للأسف. نعم طيب، تواصلنا مع كذلك مع المنظمات الدولية، مع الصليب الأحمر، أعطيناهم اسم أخي خالد، أعطيناهم يعني أسماء كثيرة من المختطفين خارج من أبناء تهامة ومن اليمن، لكن للأسف لم يستجابوا لا مع المنظمات الدولية ولا مع منظمات محلية. تعنت شديد جدا ضد قضية المعتقلين. يعني أنت تقصد أن الحوثيين لا يتجاوبون مع جهود هذه المنظمات؟ نعم، الحوثيين لا يتجاوبون مع جهود هذه المنظمات، والقرار 2016 ينص على إطلاق جميع المعتقلين أو المختطفين من سجون الميليشيات جميعهم عبر الأمم المتحدة، لكن لا تجاوب. طيب، في سياق هذا الأمر وفي سياق جهودكم لمحاولة الإفراج عنهم و يعني إخراجهم من الوضع الذي هم فيه، خاصة مع أنباء على وجود اعترافات تحت التعذيب وما شابه، ما هي الأمور الممكنة لديكم لعملها في هذا السياق أو بهذا الصدد؟ أخي، هؤلاء رفضوا كل الوساطات، رفضوا حتى تقدم طلب من رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن تغر بإطلاق سلاح جميع المختطفين عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر، لكن للأسف لم يتجاوبوا معها أبدا. يعني نحن ندعو جميع المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ولد الشيخ أن يشكلوا ضغط شديد جدا على هؤلاء الميليشيات لإطلاق أبنائنا، لإطلاق معتقلينا، لإطلاق مختطفينا من لديهم من سجونهم. هؤلاء سجنوا أبنائنا وأمهاتنا وأخواننا الآن تحت الألم النفسي، تحت الألم الجسدي، تحت يعني ماذا أقول لك يعني؟ الله المستعان. إذن يعني أنا لو أصور لك المعد يعني الألم الذي تسبب لعائلات المعتقلين، لا أستطيع أن أوصفه ببضع كلمات، لا أستطيع. الله المستعان. إذن أشكرك. تمر نعم، تفضل دكتور. تمر الأعياد وتمر المناسبات وتمر يعني إيش أقول أنا الأفراح وتمر والناس ترى أولي الأساس اللي في الحدود، المختطفين من أبناء الحدود ينقلون صنعاء، والمختطفين من أبناء صنعاء ينقلون أماكن أخرى حتى لا يأتي أهاليهم إليهم نتيجة الظروف، نتيجة لعدم الرواتب، نتيجة من تعرف البلد تمر يعني، والناس يعني في حالة شحيحة من المادة من المال، لا يستطيع زيارتهم. يعني اللي في صنعاء يودوه مكان آخر، واللي في الحديدة يودوه صنعاء، وهكذا ممارسات بشعة لا إنسانية. إذن يعني نسأل الله أن يفرج عنكم هذه الغمة. أشكرك دكتور خليل عبد الله خليل، عميد كلية الطب في جامعة الحديدة، وأحد أقارب المختطفين أو أحد المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي. نجدد الترحيب مشاهدينا الكرام إذن بالسيد علي هزازي، المحامي والخبير القانوني. أستاذ علي، نسمع هذه المعاناة التي يبدو أنها مستمرة منذ بدأت ميليشيات الحوثي باختطاف الناس وإخفائهم قصرا، ولا يبدو أن لها أفق في الحل. لكن عندما نتحدث عن المحاكمات، كنت أسألك حول قانونية هذه المحاكمات التي ترتب لها الميليشيا، كيف هي، ما هو الرأي في هذا الموضوع؟ أولا يحاول الحوثي ومعها الجناح الانقلابي أقصد الحوثي والصالح، يحاولون اليوم أن يخلط الأوراق من حيث محاكمات أزلية كما تمت بحق الصحفيين، إصدار أحكام أيضا مستعجلة مخالفة لكل المبادئ في مسألة تسمى بالمحاكمة العادلة. الناحية القانونية الشرعية قبل أن تكون قانونية لا يمتلكها جماعة الحوثي وصالح باعتبارهم أمام العالم أجماع جماعة انقلابية انقلبت على سلطة حكومة شرعية، وبالتالي المرجعيات الدولية والمرجعيات الإقليمية والمرجعيات الإقليمية حتى الدول التي تناصر أو تؤيد بشكل ظاهر أو خفي الحوثي
وخصوصا نحن بما فيها ايران بما فيها روسيا لا تعترف باي شرعيه لجماعه الحوثي وصالحها، وبالتالي اي محاكمات او اي امر تتخذ هذه الجماعه على ارض الواقع يعتبر غير شرعي وما بني على باطل او باطل. وتلك ايضا قاعده شرعيه معروفه يعرفها رجال القانون جميعا. طيب يعني استاذ علي، عندما نتحدث عن الان الوضع الراهن يبدو انه يعني غير مستقر او غير واضح المعالم كما يقول كثيرون، في ظل هكذا وضع وفي ظل عدم استمرار او عدم تقديم الميليشيات لنوع من التنازلات في سبيل المدنيين اليمنيين، ما الذي يمكن للاسر القيام به او حتى للمختطفين القبول به في هكذا وضع تخفيفا لهذه المعاناه؟ أنا من هنا عبر بلقيس قبل الحرة العالم أدعو إلى أن يتحرك المجتمع للدفاع عن حقوقه. اليوم ما تكون بأسر المختطفين أو أمهات المختطفين، هذه الرابطة التي شعبا أو صفات كانت في صنعاء غير أن المحررات، واليوم نشهد هذا النشاط اللاعبي في الحديدة، هي بداية شرارة لوعي المجتمع وضمير المجتمع. نريد أن تكون هناك مناهضة لكل ما تقوم بهذه الجماعة على أرض الواقع ورفض من أهالي، وبالتالي إذا كانت هناك حركة مجتمعية واسعة ستحد من تقول هذه الجماعة وستحد أيضا من الانتهاكات، وسيكون هناك الحاجز الصمت سيكسر. اليوم الناس تخاف أن تقول كلمة ذات أو أن تعارض هذه الميليشيا، لأن هذه الميليشيا لا تمتلك اي قيم او مقومات اخلاقيه تمنعها او تمنعها من العقوبات او البطش او التنكيل بمن يخالف في الراي، بمن يخالف في التوجع، او بمن يخالف في البيت. بعزه هذه الجماعه كل من يخالفها داعشي او غيرها او عدوان او غيرها من المسميات المعروفه لدى المجتمع اليمني او حتى اصبح على مستوى المجتمع الدولي. نحن اليوم أمام قضية حقوقية بامتياز، يجب أن يتكاتف وسائل الإعلام وتنشر على وتناشر يعني أيضا على الأمم المتحدة بما فيها أيضا إسماعيل ولد الشيخ وكافة الأجهزة الموجودة لها على اليمن أو غيرها في مناطق العالم أن تسقط على مثل هذه الجماعة. المنظمات المجتمعية سواء المنظمات الرسمية أو المنظمات الحقوقية أو المنظمات الإنسانية يجب أن تتحدث عن معاناة المختطفين، ويجب أن تتحدث أيضا عن معاناة المعتقلين، يجب أن تتحدث عن ما يحدث في سجون هذه الجماعة من تعذيب حتى الموت أو من تعذيب جهات مستديمة أو إخفاء قسري. كل ذلك يعتبر مخالف للقانون الدولي ومخالف أيضا للقانون الدولي سواء القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومخالف أيضا لقيم المجتمع اليمني، الحق اليمنيين أن ينتفضوا جميعا ويرفضوا تلك القرارات أو تلك المحاكمات الهزلية لأنها لا تمثل سوى قبح هذه الجماعة ولا تمثل سوى انتهازيتها ولا تمثل سوى لا قانونية أو لا شرعية الانقلاب. إذن أشكرك الأستاذ علي هزازي المحامي والخبير القانوني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولكل الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل محمد عبد المغني منتج هذه الحلقة، كما هي لكم من الزملاء في طاقم العمل الفني. إلى اللقاء.